أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تكنونايل، كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا نأتي لكم به في هذه الحلقة. معنا في فقرة اليوم جهاز جديد في الصم والبقم، الجهاز بيساعد أصحاب الصم والبقم في التواصل مع الجميع، ولدينا أيضا مجموعة من الأخبار التي تهم حضراتكم، ولكن دعونا نخرج إلى هذا التقرير من إعداد الزميل أحمد صبيحة عن أهم وآخر أخبار التكنولوجيا في مصر وفي العالم، ونرجع نكمل مع حضراتكم. يختبر تطبيق التراسل الفوري واتساب حالياً ميزة جديدة من شأنها أن تتيح للمستخدمين مشاركة ستوري واتساب الخاصة بهم في قصص فيسبوك، وهي الميزة التي سبق وأن طرحتها المنصة قبل ذلك بشكل تجريبي قبل أن تبدأ بطرحها في شكلها النهائي للمستخدمين. ولم يصدر واتساب إعلاناً رسمياً عن النسخة التجريبية بعد، لكن العديد من المستخدمين شاركوا الأمر على تويتر للإبلاغ عن وصول الميزة، حيث إن بعض هواتف أندرويد تمكنت من الاستفادة من الميزة لكن أجهزة iOS لم تستلمها بعد. أعلنت أكتيفيشن أن لعبة كول أوف ديوتي سيتم إصدارها على أجهزة أندرويد وآي أو إس في الأول من أكتوبر المقبل، وستكون اللعبة مجانية للاستخدام وستكون متاحة في جميع البلدان التي يدعمها جوجل بلاي ومتجر التطبيقات للآي أو إس. وقال كريس بلومر نائب رئيس أكتيفيشن في بيان إن الشركة ستقدم تجربة الحركة الأولى من نوعها على الهاتف المحمول من خلال لعبة كول أوف ديوتي، وسيتم إصدار أجزاء للعبة. وأضاف بلومر أن لعبة الهاتف المحمول ستتضمن أيضا وضع باتل رويال الخاص الذي يدعم حتى 100 لاعب، ويمكنك أيضا اللعب في مسابقات منفردة أو ثنائية أو رباعية. نشر إيلون موسك الرئيس التنفيذي لسبيس إكس صورة جديدة على تويتر توضح تركيب الأجنحة الخلفية على مركبة ستارشيب MK1، مما يكشف عن اختلاف كبير عن التصميم الأصلي الذي كشفت عنه شركة سبيس إكس قبل عام تقريباً. وقال موسك في تغريدته إنه يتم إضافة الزعانف الخلفية المتحركة إلى ستارشيب MK1 في مقر الشركة بتكساس. وأكد موسك أن التصميم الحالي سيشمل عدة أرجل مثبتة في الجزء الخلفي من المركبة الفضائية، وهو ما يفصل بين تشكيلة الساق التي تظهر في وضع ثلاثية الزعانف السابقة. ووفقا للتقرير قال موسك إنه لم يشترك بالكامل في التصميم الجديد بدافع من التحليلات التي تشير إلى أن فصل الساقين والزعانف سيكون في الواقع حلا أخف من الجمع بينهما بالنسبة للمركبة الفضائية على غرار تصميم 2018، فإن إصدار 2019 من ستارشيب سيكون له جناحان تشغيليان. ابتكرت مجموعة من العلماء سمكة روبوتية قادرة على محاكاة أسماك التونة الصفراء تماماً، حيث يمكن أن تساعد في تحسين عملية الدفع المائي، وهي الأولى من نوعها التي تحاكي السرعة والحركات. ووفقاً لتقارير صحفية فإن هذه الآلة المائية التي يطلق عليها اسم تونا بوت يمكن أن تصل إلى أقصى تردد لاهتزاز الذيل 15 هرتز، ما يتيح لها السباحة 15 بوصة في الثانية. كما يأمل الباحثون أن يؤدي هذا الروبوت إلى تطوير أنظمة دفع أكثر قوة وفاعلية. وقالت هيلاري بارت سميث أستاذ الهندسة الميكانيكية والفضاء الجوي أن هدفهم لم يكن مجرد بناء روبوت، ولكن الهدف من ذلك هو بناء شيء يمكنهم من معرفة ما يجعل هذا السمك بهذه السرعة والكفاءة. كشفت شركة أمريكية عن ساعة ذكية تستطيع مراقبة أداء القلب ومستوى اللياقة البدنية عند المستخدم، وتعمل بنظام التشغيل Wear SO الذي تطوره شركة جوجل.
حيث تستطيع الساعة مراقبة أداء القلب باستخدام تكنولوجيا جوجل أسيستنت ومتابعة النشاط البدني باستخدام تطبيق جوجل فات، إلى جانب تشغيل خدمات تحديد الموقع العالمي بالأقمار الصناعية GPS ونظام الدفع الإلكتروني NFC. وتطرح الشركة الساعة في 15 شكلاً مختلفاً للسيدات والرجال، ويبلغ قطر شاشتها 40 ملم و42 ملم، وتستطيع بطارية الساعة العمل لمدة تتراوح بين يومين وأربعة أيام قبل إعادة شحنها. عرضت شركة جنرال داينامكس الأمريكية الغواصة الصغيرة بلو فان 12 غير المأهولة، التي تكمن مهمتها في إرسال المعلومات المهمة والقيام بما يمكن في ظروف التغير السريع للأوضاع. ويتميز النموذج الأساسي للغواصة بلو فان 12 بهيكلية تسمح بتزويدها بأجهزة استشعار مختلفة مثل رادارات مائية ونظم الملاحة ونظم معالجة البيانات وأجهزة تسجيل صوتية وفيديو. وجرى أول استعراض لهذه الغواصة في المعرض الدولي للدفاع وأمن المعدات لعام 2019 في لندن. وتسمح هذه الغواصة بنقل المعلومات مباشرة من كاميرات الطائرات الصغيرة المسيرة إلى منظومات الأسلحة. بدأت شركة سي بابلز الفرنسية باختبار مركبات مميزة أطلق عليه اسم التاكسي المائي، ستساهم بحل مشكلات الازدحام المروري في بعض المدن العالمية الكبرى. وتشبه هذه المركبات من حيث الشكل السيارات الصغيرة، وتتسع كمرتها لأربعة ركاب، لكنها صممت للتحرك كقوارب صغيرة في الأنهار والمسطحات المائية. وزودت هذه المركبات بنوع خاص من المحركات الاقتصادية الصديقة للبيئة، تمكنها من الحركة على سطح الماء بسرعة تصل إلى 25 كيلومترا في الساعة وقطع المسافات بأقل التكاليف. ويرى الخبراء في الشركة أن اختراعهم سيلقى رواجا كبيرا في المدن التي تنتشر فيها الأنهار والمسطحات المائية، وستساهم هذه المركبات بحل مشكلات الازدحام المروري على الطرقات. أهلا بحضراتكم من جديد. الحجيرة غرب ده مسلسل على موقع يوتيوب. المسلسل ده الغريب والطريف فيه إن كل الممثلين فيه من قرية واحدة، إحدى قرى محافظة المحافظات الصعيد، وبالتحديدا في المنيا. كل أو معظم أفراد القرى حبوا إن هم يشتغلوا في هذا المسلسل. خلونا نتعرف أكتر على المسلسل ده ونتعرف عن قصة المسلسل بعد هذا الفاصل، ونرجع نتكلم مع مخرج المسلسل على موقع يوتيوب. ده كان جزء من المسلسل الحجيرة غرب اللي بيعرض على موقع يوتيوب، اللي قرر أهالي إحدى القرى أو إحدى المحافظات المنيا أن هم يعملوه ويكتبوه ويمثلوه على موقع يوتيوب. معانا محمد حلاوة مخرج مسلسل الحجيرة غرب، يحكي لنا أكتر عن المسلسل وجات له منين الفكرة. محمد مساء الخير. قول لي الفكرة جات لك منين أنك تعمل مسلسل على اليوتيوب وتعرضه كمان؟ والله يا فندم، هي الفكره اصلا يعني مش فكرتي، يعني فكره محمود يوسف لما جه هو فتح لي وقال لي ان احنا عايزين نعمل
مسلسل قصير. انا قلت له مفيش مانع، ولكن قلت له احنا امكانياتنا محدوده على قدنا يعني. فبدانا ان احنا نجمع يعني بعض افراد او شباب البلد، طبعا الناس اللي هي موهوبه او عندها خلفيه عن موضوع ان هي مثلت مسرح قبل كده، مثلت في مدرسه، عنده يعني خلفيه بسيطه في الموضوع، مش اول مره يمثل يعني. المهم يبقى عنده الاجراء ان هو يمثل قدام الناس وكده. فبدانا ان احنا يعني نجمع بعض الشباب، واللي كان عنده امكانيه او اللي عنده موهبه او اللي عنده اي حاجه، بدانا ان احنا نتكاتف مع بعضينا ونبقى فريق واحد. انا عندي كاميرا اساهم بيها، وعندي خبره في المونتاج اساهم بيها. محمود يوسف بما انه اشتغل في التمثيل بحري قبل كده، فعنده خلفيه وبقى يدينا بعض التوجيهات كده. فطبعا بدانا لمينا بعضينا وجات لنا الفكره، فقلنا ان احنا ننفذ الفكره ديت. ما رفضنا ان احنا يكون عندنا حد خارج القريه، قلنا ان العمل ده هيطلع من القريه بجهود ذاتيه، يعني بالمواهب اللي في البلد، بالامكانيات الموجوده معانا. وبدانا ان احنا يعني نصور اول مره كنا نصور ارتجالي من غير السيناريو وحوار طبعا، وعملنا البرومو من الحاجات الارتجال اللي احنا عملناها والتصوير وشويه التصوير اللي احنا عملناهم دولت. عملنا برومو صغير كده تقريبا كده دقيقه او 17 ثانيه اللي هو اتعرض في البدايه، عملناه وعرضناه على باقي الكاست والفريق. فبدانا لقينا يعني العمل، احنا عندنا اراده ان احنا نعمل حاجه احسن من كده. فبدانا ان احنا نكتب سيناريو وحوار عن طريق طبعا اثنين عباقره هنا في البلد، اللي هو الاستاذ محمود عبد الشافي والاستاذ اشرف محمد شنجاني. طبعا الناس ديت عباقره طبعا وتاريخهم يحكي يعني. فكتبوا لنا سيناريو وحوار للمسلسل كله. فبدانا ان احنا نبدا تصوير، بدأنا تصوير في الحلقات. محمد عايز اسألك قبل ما تحكي لنا عن التصوير، عشان في حاجات عايز اسألك عن التصوير. عايز اسألك عن قصة المسلسل، عبارة عن ايه؟ هل قصة واقعية ولا قصة من خيال المؤلف ولا ايه؟ والله حضرتك، القصة بتاعت المسلسل ديت احنا حطينا فيها بعض الاهداف. هي كانت القصة عبارة عن يعني طرفين، هو طرف خير وشر، عنصرين في المسلسل اللي هو الخير والشر. بدأنا نحط فيها اللي هي مشاكل القرية بتاعتنا ونناقشها بشكل درامي، واحنا يعني طبعا عن طريق السيناريو والحوار طبعا، والفكرة طبعا كانت فكرة الفريق كله مش فكرة شخص معين يعني. وقررتوا ان انتوا تنفذوها بقى. فقررنا ان احنا ننفذ الفكره ديت، وطبعا كان فضل من ربنا ان هي الفكره سمعت يعني ووصلت لناس كتير، وناس كتير عجبت بالفكره يعني. طيب من خلال البرومو اللي احنا شفناه واحنا عرضناه على الشاشه، شايف حاجتين. شايف ان في تقنيه عاليه في التصوير وتقنيه عاليه في الاضاءه، واخدين الكادرات بتاعتكم كويس قوي يعني، مش ناس لاول مره ان هي تعمل مسلسل. والحاجه الثانيه عايز اسالك عن كم الاسلحه الكتير قوي وكم العنف اللي موجود، واعتقد ان المسلسل الهدف منه محاربه كل ده. ايوه والله يا فندم، هو طبعا امكانيه التصوير انت شايفها امكانيه كبيره، ولكن هي في الحقيقه كاميرا نيكون، كاميرا واحده صورنا بقى العمل، كاميرا نيكون 3200 دي، هي دي اللي استخدمناها في العمل، ما استخدمناش اي كاميرا. كاميرا واحده. كاميرا واحده، وتم التصوير من كذا زاويه. ديت يعني اجتهاد يعني مننا كلنا يعني، مش مننا كمصور بس يعني. طيب بالنسبة للمحتوى بقى، المحتوى اللي احنا شايفينه في الفيلم او المسلسل، الهدف منه ايه؟ خاصة اللي احنا شايفين بقى حاجات ضرب وحاجات عنف وحاجات فيها اسلحة كتير قوي. والله يا حضرتك الهدف من المسلسل ده هو مش هدف واحد يعني، هو الهدف المسلسل ده هدف كتير يعني، مش هدف واحد. الهدف اللي هو حبينا نقدم عنصر الخير والشر بشكل مختلف عن الدراما اللي هي اللي احنا بنتابعها في السينما العاديه يعني. فقدمنا
الشكل الدرام اللي احنا قدمناه بيه قدمناه بشكل يعني ايه، بشكل لوننا احنا يعني لغتنا احنا، بمجهودنا احنا، تمثيلنا احنا، موهبنا احنا، يعني بطبيعتنا يعني، ما يعني مش تقليد، يعني مش تقليد لعمل او ان احنا بنحاول نقلد حد، لا احنا عملناه بشكلنا احنا بلوننا احنا. وكان يعني طموحنا ان العمل ده ينجح ويوصل ويبقى تبقى حاجه للبلد، يعني حاجه نفتخر بيها يعني. طيب محمد، عايز اسالك عن المشاهدات، يعني اخر سؤال ليا، المشاهدات شايفها عامله ازاي على اليوتيوب، وخططكم المستقبليه ازاي لتطوير الانتاج ده وتطوير اعمال اخرى؟ والله حضرتك المشاهدات طبعا احنا المشاهدات دي بتبقى يعني حاجه على حسب ما انت يعني حسب اداء العمل عندك، او حسب يعني لو العمل كويس فده بيجيب مشاهدات طبعا، وبقى فيه كمبال ومشاهدات يعني من خلال العمل بتاعك يعني، مش المشاهدات دي حاجه مش بايدينا احنا. صحيح. فدي هو المشاهدات ديت طبعا كان في سبب كبير طبعا للمشاهدات ديت، اللي هو اهل القريه، واهل القريه طبعا وقفوا جنبنا في احنا لما عملنا قناه سيركش على اليوتيوب ديت، وقلنا ان احنا هننزل اي مسلسل، اتعمل في البلد عندنا والقريه عندنا عملت ضجه جامده للموضوع دوت، بحيث ان الناس لدرجه ان الكره اللي حوالينا عرفت ان احنا عملنا عمل زي كده، فبداوا يخشوا على اليوتيوب، فبداوا يساعدوا كمان في الانتاج كمان، لان الحاجات دي بتحتاج انتاج ضخم. ساعدونا في كل حاجه والله، في الانتاج، وساعدونا في الاماكن، ولو احتاجنا عن بيت حد نصور فيه ما عندوش مانع خالص يعني. ان شاء الله يا محمد، هي فكره يعني بصراحه رائعه، نتمنى ان شاء الله ان هي ان انتوا تستمروا فيها وبعمل اكبر وعمل اضخم باذن الله من خلال مسلسلاتكم المقبله ان شاء الله، وكل حاجه تكون هادفه باذن الله وتحارب بعض الافكار المتطرفه. محمد حلاوه، مخرج مسلسل الحجيره غربه على يوتيوب، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. بعد الفاصل المعلوماتي عن الرعايه الصحيه هنرجع نكمل مع حضراتكم ان شاء الله، مستمرون في تكنو نايل بعد هذا الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. من يوم 26 ليوم 28 من سبتمبر الجاري عندنا بطوله مهمه لاصحاب والمهتمين بالالعاب الالكترونيه، الالعاب الالكترونيه زي ما احنا عارفين ان هي منتشره في العالم كله، سواء دول عربيه او دول اجنبيه، واستطاعت ان هي تقتحم السوق المصري، وعدد كبير جدا من المصريين مهتمين بها، وبل كمان بيتم ان هو تنظيم مسابقات عالمية ليها، ويشترك لاعبين من معظم انحاء العالم، وليها اتحاد في مصر بيتكلم عن اللعبة وبينظم بطولات عن اللعبة وبيطور كمان اللعبة في مصر. زي ما احنا عارفين ان البطولة دي هتضم لاعبين محترفين في مجال الالعاب الالكترونية، اضافة الى المبتدئين في الالعاب المختلفة، وكمان هيكون ليها جوائز مادية كبيرة جدا، والفائز بيها للعام الثاني على التوالي هيستمر ان شاء الله ان هو يدخل في مسابقات اخرى باذن الله، ودي
يهتم بها العالم كله، سواء في الولايات المتحدة أو ألمانيا أو أمريكا، وبدأت في العالم العربي زي السعودية وزي الإمارات، وأيضا مصر بدأ فيها هذه البطولة، وعارفين أن الدول دي بترصد ليها ميزانيات كبيرة جدا للصرف عليها والصرف على اللي بيقوم بهذه اللعبة. معانا الأستاذ شريف عبد الباقي رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، يكلمنا أيضا ويكلمنا أكتر عن هذه البطولة، انطلاق قمة الرياضات الإلكترونية غدا بالقاهرة في الفترة من 26 إلى يوم 28 سبتمبر الجاري. أستاذ شريف مساء الخير. أهلا، مساء الخير، إزاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. كلمنا عن البطولة دي واللعبة، اللعبة الجديدة اللي في مصر اللي بدأ عدد كبير جدا من المصريين خاصة الشباب بيهتموا بيها. بكرة هو عبارة عن مهرجان بتنظمه أحدى الهيئات وتحت رعاية الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية التابع لوزاره الشباب والرياضه. واحنا كاتحاد دايما نرحب بالمنظمين لمثل هذه المهرجانات والبطولات، لان ده بيزود قاعده المشتركين، بيدي اهتمام اكبر على الالعاب الالكترونيه كرياضه، عشان احنا عنينا رايحه للصناعه بعد كده. وتم الاتفاق ان احد الالعاب الفرديه للالعاب اللي هيتم فيها المهرجانات هيبقوا بيخشوا نهائيات تصفيات مصر اللي هتقام اخر شهر اكتوبر، اللي هنعمل منهم المنتخب الوطني اللي هيمثلنا في كاس العالم في كوريا 2019. فدي يعني الملخص اللي هيحصل خلال الثلاث ايام. هم عاملين حمله اونلاين بيدعو كل المتسابقين من خلال الجروبات ومن خلال اماكن تواجد اللعيبه والفرق، لان في فرق وفي حاجات فرديه. احنا كاتحاد بنراقب الكلام ده كله، بنتابعه عشان ناخد احسن العناصر اللي بتظهر في البطولات ديت، عشان احنا عندنا منتخبات هتسافر. عندنا لعبه فرديه هي بيس، اللي هي بيس 20 اللي هي كره القدم الالكترونيه، اتغيرت السنه دي من الفيفا للبيس، دي قرارات الاتحاد الدولي. عندنا لعبه تيكن 7، دي لعبه برضه فرديه، بندور على افضل لعيبه في مصر عشان نختار الاحسن اللي هنصفي بين الابطال في كل المهرجانات ديت، اللي هناخد منهم اللي هيمثلنا برضه في كوريا. عندنا لعبه دوت 2 بس للاسف المهرجان لم يتضمنها، لكن احنا كاتحاد هننظم التصفيات بين الفرق اللي كسبت في كل المهرجانات اللي زي كده، عشان يبقى عندنا منتخب وطني يقدر ينافس الدول العالميه، لان في 56 دوله بيشاركوا في بطوله العالم اللي هي هتبقى الاسبوع الاول من شهر ديسمبر السنه دي. طب انا عايز اسال حضرتك عن الفكره، جات لكم منين وعدد المشاركين في البطوله اللي هتنطلق غدا باذن الله قد ايه؟ لا الفكره مش فكرتنا احنا كاتحاد، لان احنا مسؤولين عن رياضه الالعاب الالكترونيه، احنا اللي بندي التصريح بمثل هذه المهرجانات والبطولات. هم شباب بقالوا كام سنه بينظم، احنا بنتعاون معاهم، وساعات بيبقى في بطولات تبع الاتحاد بنخليهم هم ينظموها لنا او يساعدونا في التنظيم في بعض الحاجات التكنيكال اللي بتستلزم خبرات خاصه. لكن زي ما قلت لحضرتك احنا عينينا على النتائج عشان نبقى عارفين قاعده اللعيبه المتميزه، اللي لما يبقى عندنا اي ارتباط دولي بنعمل تصفيات بين اللي بيفوزوا في هذه المهرجانات. يعني انا الفرق بين مهرجان معتمد وغير معتمد، المهرجان المعتمد انا باخد النتائج بتاعته بتبقى ريفرنس عندي، لما بيبقى عندي اي ارتباط دولي بشوف في اللعبه ديت كام واحد كسب عشان اعمل تصفيات بينهم لتمثيل مصر. لان انت عارف حضرتك ان في حاجات بتبقى بطولات الشركات المنتجه للعبه بتعملها وبيتقال عليها بطوله عالم، وفي بطولات بقى لا دي بطولات رسميه الاتحاد الدولي اللي الدول عاملاه لوزارات الشباب والرياضه في انحاء العالم، اللي هم عندهم ايا كان، في دول بيبقى عندها جمعيات للعبه او بتعمل اتحادات رياضيه زينا،
هو دول بس اللي بيبقى مسموح ليهم. طب استاذ شريف، عايز اسال حضرتك عن الاقبال من الشباب المصري على هذه اللعبه، خاصه ان في ناس كتير قوي ما يعرفوش الالعاب دي او الرياضه دي. الاقبال عامل ازاي، وازاي انتوا تقدروا تنشروا اللعبه بين قطاعات الشباب كافه؟ هي بص، الاقبال بيبقى كبير جدا، لان مجتمع الجيمرز او الالعاب الالكترونيه مجتمع كبير جدا. صحيح. هو المجتمع اللي مش شايفه، يعني حتى انا ليا مقوله لما بيتقال ان هم معزولين، لا ده هم الاغلبيه، فمفيش اقليه تعزل الاغلبيه. الاعمار ديت هي عشرات الملايين، احنا مجتمع كله من السن الشباب، فاعتقد هم الغالبيه في المجتمع. احنا دورنا بنروح لهم، احنا بننظم وندعوهم، بنتعاون مع بعض، بنحاول احنا كاتحاد نركز على الانديه ومراكز الشباب والجامعات والمدارس في حاجات بتبقى خارج الهيئات الشبابيه والرياضيه المسجله. صحيح. هذه الشركات المنظمه هي اللي بتقوم بيها، احنا مش سايبينهم برضه، بندعمهم وبنقف معاهم وبنحاول نجيب لهم الموافقات، عشان لو في اي ارتباط دولي ده ليه اجراءات، لانه علشان توسعوا القاعده بتاعت مصر طبعا وتدخلوا بيها البطولات العالميه. جهد مشكور من حضراتكم الاستاذ شريف عبد الباقي رئيس الاتحاد المصري للالعاب الالكترونيه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. بعد هذا الفاصل حوار ان شاء الله يكون ممتع مع مخترعه صغيره لجهاز السم والبكم للتواصل هؤلاء الفئه مع باقي افراد المجتمع. بعد هذا الفاصل ساندي سالم معنا في تكنونايت. اهلا بحضراتكم من جديد، معانا مخترعه لجهاز السم والبكم لتواصله مع الاخرين، ساندي سالم. ازيك، منورانا. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. تمام. انت حصلتي على الميداليه الذهبيه في الجمهوريه والشهاده البلاتينيه من معرض اي تي لندن عن المشروع جهاز بيساعد الصم والبكم على التواصل مع الاخرين. نعم دي حقيقه. انا مشروعي هو عباره عن جهاز لمساعده الصم والبكم وكمان ضعاف السمع، مش البكم فقط. وغير كده انا اخذت المركز الاول على مستوى الجمهوريه في معرض انتل ايسف، والميداليه الذهبيه والشهاده البلاتينيه على مستوى العالم في مسابقه اي تي اي. الجهاز ده طبعا ده بروتوتايب، زي مش منتج، ده حاجه زي ماكات بس متحرك. عملت قبل كده 3 من بروتوتايبس قبلها، ده اخر تطوير عملته. بحس ان السمك قل بكتير، السمك الاول كان حوالي 7 سنتي، بعدين حوالي 4، ودلوقتي حوالي 3 سنتيمتر. فبطور من الجهاز ده كل يوم، والتصميم نفسه بياخد وقت كتير، لكن الجهاز ده بيساعد البكم على انهم يتواصلوا عن طريق الزراير الموجودة هنا. طبعا انا الاول كنت عامله 9 كومنتس اوامر متسجله في الجهاز، وهي عشان بروتوتايب فانا مش مسجله، هو مش منتج، يعني لو منتج هتبقى نص الحجم وكمان نص الثمك. غير كده يعني انت كمان بتعملي ان السمك طبعاً يكون اصغر. دي بس هو الثمك عندي محكوم بسبب الخامات المتوفره في السوق حاليا، عشان كده محكوم عليا اعمل جهاز بالشكل ده. ده اكتر ديزاين مناسب بالمكونات دي. الجهاز بيشتغل، ممكن اشغله لكم كده. استني قبل ما نسال على الجهاز. ايه البطاريات اللي موجوده في الجهاز؟ وعندنا كمان حروف انت بتسجلي لي كده وانا بتكلم. لا هو الجهاز، انا عايز اعرف البطاريات اللي موجوده دي. هي بطاريه واحده بس. دي البطاريه الواحده. طيب واللي في مقدمه الجهاز، الدوائر، ال3 دوائر دول؟ ال3 دوائر دول سماعات. سماعات. المستخدم بيقدر يتكلم عن طريق استخدام الزراير اللي هنا، لما بيدوس مثلا على مود مجموعه ب يدوس على 1. هلو. الصوت ده اتنطق طبعا عن طريق السماعات. السماعات. بالظبط، السماعات اللي هنا. البروتوتايبس اللي قبل كده، السماعات اللي كانوا موجودين في الجهاز نفسهم، كانت الكفاءة قليلة جدا، لدرجة ان كان في تشويش عالي جدا في الصوت. وطبعا ده تحسين في الصوت، اقدر طبعا اتحكم في الصوت عن طريق الجروب دي. هنا اوطيه، ممكن اعمل تيست للصوت حاليا، وممكن اقلل الصوت.
ممكن ازود. طب اعرضيه علشان بس المشاهدين يشوفوه. اعرضيه كده على الشاشه والكاميرا يكون مواجه للكاميرا، والعبي عليه بقى او اضغطي على الزراير هو مواجه للكاميرا علشان نوريه للساده المشاهدين. انا قسمته لاربع مجاميع A و B و C و D، علشان الاول الجهاز بتاعي كان مقسوم ل ما كانش متقسم يعني المجاميع، وغير كده زودت مجموعه فيها خاصيه الكتابه اللي هي مود A. يعني لما ادخل مود A ممكن اكتب اي حاجه انا عايزاها، يعني مثلا حاجه زي how are you مثلا او ايا كان، وفي طبعا سبيس ومثلا. طب استني معلش انا عايز اسالك، لو قاعد معايا حد من اصحاب السم والبقمه او عنده سم وبقمه وعايز يتواصل معايا، ازاي يقدر يتواصل معايا؟ هل انا اكلمه الجهاز يسجل لي وهو يعرف انا بقول ايه وبعدين يرد عليا عن طريق الكتابه ولا ايه؟ حاليا الجهاز انا بشتغل عليه انه يحول الكلام لتكست مكتوب هنا موجود على الشاشه، بحيث ان انا كمستخدم اقدر اقرا المكتوب واقدر استقبل اشارات من حد عن طريق القرايه. وبعد ما اقرا الاشارات الكلام اللي اتقال لي ممكن اجاوب عن طريق في ثلاث طرق اقدر اجاوب بيهم. الطريقه اللي هي متوفره دلوقتي في البروتوتايب اني اجاوب من اي كام مجموعه بي او سي، عشان فيها اصلا اوامر متسجله انا قسمته المجموعتين علشان يقلل عدد الارقام. هو محدود في الرد او غير محدود؟ البروتوتايب محدود، المنتج مش محدود. المنتج مش محدود علشان المنتج هيشتغل على خاصيه بتتعمل بجوجل وهي بتشتغل على الانترنت. انا عايز اسالك الفكره جات لك منين، وهل الفكره دي موجوده اصلا وانت خدتيها وطورتيها ولا انت اللي بدعتيها من البدايه وبداتيها من البدايه؟ الافكار الموجوده هي افكار زي اسمها هاند اسيستيف جلوف، هي عبارة عن جوانتي بيغير لغة الإشارة لكلام مكتوب، بس دي برضو محدودة في طريق الكلام وفي طريقة التواصل مع المجتمع، عشان التواصل ما بين الصم والإنسان اللي بيتكلم طول عمرها كانت تحدي صعب جدا. صحيح بالظبط، عشان كده دلوقتي الجهاز ده هيقدر يساعد في انه يتكلم بطلاقه جدا، علشان انا قلت ان في ثلاث طرق للرد. اللي انا شغاله عليه ان هو يبقى عنده ذكاء اصطناعي ان الجهاز نفسه يرد، لكن لو المستخدم كويس بالنسبه له مناسب الرد ده فيقدر يدوس نجمه وساعتها تظهر على الشاشه وتظهر ان الرد ده انا موافق عليه. بالظبط، او لو هو مش موافق على الرد ده او مثلا عايز يكتب اسماء عايز يكتب رد تاني. بالظبط، وغير كده انا شغاله على اني اسجل بصوتي حاجات يعني اوامر موجوده على الجهاز، يعني مثلا انا عايز اسجل اسم ساندي مثلا عشان انا بتكلم مع الشخص ده كتير، فانا اسجل اسم ساندي ودايما ابقى استخدم مثلا رقم 20 كاسم ساندي. هو الجهاز بيتكلم عن كده. انا عملت بيه تجربه قبل كده مع عينه من الصم وضعاف السمع، الجهاز كان عاجبهم جدا وكان واخد اعجاب منهم كبير. اكتر حاجه عجبتهم فيها ان هو اصلا سهل الاستخدام غير معقد وحجمه صغير. هو حجمه ده كبير كده كمان لسه هيصغر. هو لسه هيصغر، هيبقى حوالي قد كده. غير كده السماعات لو نزلتها لتحت هتبقى اقل، والبطارية دي بطارية عادية جدا، طبعا كفاءتها مش كويسة جدا عشان الحاجات المتوفرة زي ما قلت، وده الجهاز عامة. طبعا عملت بدأت تطوري في ايه بقى غير الحاجات اللي انت قلتيها؟ بتطوري في ايه غير الحجم طبعا وغير ان يكون في عدد كلمات وعدد جمل؟ بطور في اللغات طبعا. ده ممكن مش يستخدم فقط للصم او ضعاف السمع او ايا كان، هو ممكن يستخدم كمان للاطفال اللي هم عايزين يتعلموا مثلا اللغه، بحيث ان اللهجه نفسها تبقى مظبوطه، او مثلا لو حد رايح مسافر او الاجانب مثلا لما بيجوا اي منطقه هم مش عارفين اللغه ممكن يستخدموها كقاموس سهل للتعامل بيه. شاركتي بقى في البطوله المصريه، قولي لي ازاي ايه الاجهزه الثانيه اللي كانت منافسه ليك والمتنافسين كانوا ايه قبل ما نطلع على بطوله لندن؟ اوكي، قدمت طلب براءه اختراع طبعا ودخلت المسابقه انتل اي سيف. المنافسه كانت شديده وقويه جدا عشان مجال الميكاترونكس كمان مجال واسع جدا وبيبقى فيه ابتكارات كويسه جدا، بس فعلا نسبه السم في مصر كتير جدا عاليه. طبعا عاليه، هم حوالي 7.5 مليون
فالنسبة دي كبيرة جدا بالنسبة للسم في العالم. حتى مش السم في العالم 75 مليون، فمنهم حوالي 10% مصريين. فالموضوع ده جذبني جدا يعني شد انتباهي طبعا، ازاي يبقى فيه سم كتير وملهمش اي علاج حتى ولا اي جهاز يقدر يساعدهم. فالجهاز ده فعلا بيساعدهم. المنافسة كان فيه اختراعات كتير، لكن معظمها كانت مش عن السم او عن علاج حاجة، كان فيه عن علاج البصر وكان فيه اجهزة تانية كتير. دي اللي احنا بنعرضه على الشاشة دي كانت مسابقة هنا في مصر، هي دي مسابقة انتل ايسف. حاليا انا بجري. انت اللي خدت المركز الاول فيها؟ خدت المركز الاول على كاتيجوري الميكاترونكس الهندسه. كنت متوقعه ان انت تاخدي المركز الاول ولا كانت مفاجاه ليك؟ هو كان مفاجاه ليه، علشان هو الاول كانوا بينادوا من الترتيب من تحت لفوق، يعني مركز الثالث على يعني قلقت اكتر، المركز الثاني خلاص يعني رجعت ورا، لكن المركز الاول دي كانت صدمه بالنسبه لي حلوه بصراحه، مفاجاه كويسه. مش عشان حاجه، بس عشان افتكرت ان معظمهم هيركزوا اكتر على الحاجات المعقده اكتر، علشان بالنسبه لجهاز يشتغل زي ده المكونات اللي فيها بسيطه ملهاش علاقه بالكود. الكود طبعا طويل، لكن المكونات نفسها بسيطة، علشان كده دي حاجة كويسة جدا، ممكن تكون هو ده السبب اللي خلاني أكسب. طيب خلينا نروح للدكتورة هبة محمود المشرفة على مبادرة علماء الغد، اتكلمنا أيضا عن هذا الاختراع. دكتورة هبة مساء الخير. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله. معلش أنا بعتذر صوتي تعبان شوية. ألف سلامة يا فندم، ألف سلامة لحضرتك. احنا معانا ساندي سالم دلوقتي وبتكلمنا عن الاختراع بتاعها، الجهاز الصغير للسم والبكم بهدف التواصل مع الآخرين. كلمينا عن الجهاز، وأول ما ساندي طرحته في المسابقات العالمية حضرتك قلت إيه، وحضرتك رؤيتك لتطوير هذا الجهاز إيه، ومدى إفادته لهؤلاء الفئة من المصريين؟ ساندي، احنا بنعمل طبعا ورش عمل مطولة شوية والمدة طويلة مع الطلبة، وبنشتغل معهم بعد الورش العمل على مبادرة علماء الغد زي ما حضرتك عارف. لكن ساندي من الشباب القليل اللي بيكمل معانا، يعني بيفضل مستمر ومحارب على فكرته. والحقيقة ان احنا بنطرح مجموعة افكار كتيرة، ومنها ان احنا ازاي نعالج مشاكل بتمس بلدنا، بتمس ولاد بلدنا، زي ما الولاد دول يفكروا ان هم يقدروا يستغلوا علمهم والعلوم اللي بيدرسوها في المدرسه، نظريات والمهارات اللي بيدرسوها من خلال بيت عندهم، او بيحبوا المهارات دي زي ساندي مثلا بتحب الكودينج وبتحب البرمجه والالكترونيات، الجزء الهندسي عندها شاطره فيه. فبالطريقه دي قدرت توظف مهاراتها بشكل صح، ازاي تقدر تساعد ولاد بلدها. فهي اهتمت جدا بالجزء بتاع السم والبكم، وده عجبني جدا، رغم ان الموضوع مطروح سابقا كتير طبعا، وهي عارفه ده كويس. صحيح. بس السيرش اللي عملته واحنا كنت معاها يعني خطوه بخطوه الحمد لله، السيرش اللي عملته كان سيرش رائع جدا، وتوصلت ان هي تقدر تطور في الشغل بتاعها من جزء بسيط، وكان جهاز بسيط، اللي انه يكون يعني جهاز دلوقتي يعتبر داخل على جزء معقد اكتر. هي دلوقتي بتشتغل في جزء معقد، رغم انها خدت جايزه على مستوى مصر. واحنا لما دخلنا مسابقه لندن بتتكلم كمان انها بتتسابق مع اعمار كبيره، يعني مخترعين من اعمار اكبر منها سنا، وده بيبقى يعني شويه المنافسه بتبقى قويه شويه. فالحمد لله ان هي قدرت طبعا بشغلها الرائع المميز ان هي تنافس منافسه قويه لدول العالم، وتحصل على الجائزه والميداليه الذهبيه والشهاده البلاتينيه، ودي طبعا شهاده بلاتينيه اقوى بكثير طبعا عن اي شهاده ثانيه. فهنا بلادنا بيتعلموا ازاي يقدروا ينافسوا العالم، بس اهم شيء عشان تنافس العالم لازم تنافسه فيما يخصك، يعني في بيئتك مش بيئه الاخرين. طيب دكتور هبة، أنا عايز أسأل حضرتك سؤال. طبعا الهدف من هذه الاختراعات ومن هذا العمل ليس الجوائز فقط، ولكن إزاي إحنا نقدر نقدم أجهزة للبشرية تقدر تخدمهم وتقدر تخدم المواطنين في الداخل ثم في الخارج من علماء مصريين؟
الحقيقه ان انا بديت المبادره بتاعتي للسبب اللي حضرتك بتقوله، تمام. ازاي اقدر اطلع علماء حقيقيين صحيح للبلد ومنتمين للوطن وما يسيبوش البلد حتى لو بعدوا يكملوا تعليمهم. تمام. فهو ده ان انت تربي طفل صغير على حب العلم وعلى البحث العلمي، وانه يعرف خطواته من هو صغير ويشتغل عليها بخطوات بسيطه في الاول لغايه لما بعد كده بتبقى فعلا خطوات معقده جدا، صعب حتى ان هو حد يصدق ان الطفل ده يقدر ان هو يتكلم في العلم ده بالعمق الشديد. صحيح. هو ده الطريقه الوحيده. اما الحاجه الاهم من كده هو ان احنا الولد او البنت اللي بيدخلوا في هذا العلم ان احنا نعلمهم ان ده فعلا زي ما حضرتك قلت مش لغرض الفلوس، وما بيتعلموا كده ولا بغرض ان هو ياخد ميداليه وبس، لا، علشان يكمل تعليمه بره. المنافسه الحقيقيه ديت بتخلي الولد لما ياخد جايزه بيقدر ان هو يقدم في جامعه بره وجامعه في مصر الرانك بتاعها عالي جدا زي ام اي تي مثلا ويتقبل، لان الجامعات دي بتدور على الشباب اللي صحيح جايزة. احنا عايزين نعلمهم ازاي، وكمان نقدر نحميهم ان هم بدل ما يروحوا بره يفيدوا مصر ويفيدوا البلد بالاختراعات بتاعتهم وبذكائهم وبالعمل بتاعهم كمان. حقيقي. دكتوره هبه محمود المشرفه على مبادره علماء الغد، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. سند ليك تعقيب على كلام الدكتوره هبه؟ اكيد طبعا. دكتوره هبه هي ممكن من اهم 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 العوامل اللي ساعدتني طبعا في الجهاز وفي الورقه البحثيه وازاي الخطوات وكل حاجه، واهم حاجه دكتوره هبه قالتها امسك في حلمك وخليك ورا. صحيح. الكلام ده كنز بجد، يعني نصيحه لكل الشباب المصري، نقل من كلام دكتور هبه لكل الشباب المصري، امسكوا في حلمكم وخليكم ورا. وغير كده انا مفتخر جدا اني مصريه. الجهاز ما كانش هيبقى ليه لا قبل الجهاز والنصيحه بالضبط. النصيحه الجميله اللي انت قدمتيها ليه الشباب المصري، احنا عايزين نتعرف عليكي اكتر. انت ايه اللي خلاكي تهتمي بالاجهزه دي وانك تخترعي جهاز زي ده؟ هل دراستك مثلا هي اللي اهلتك لده؟ واعتقد ان انت كمان لسه في سن مبكره قوي ان انت تخترعي واللي انت تروحي مسابقات عالميه ومسابقات محليه وتاخدي فيها جوائز. انا بشتغل على الجهاز ده بس حاليا حوالي سنتين، اقرب لثلاث سنين. ده وفقا لدراستك؟ يعني parallel. بس غير كده انا ابتديت اصلا في الميكاترونكس من اولى اعدادي، وابتديت في سيركت بسيطه ودوائر كهربائيه والحاجات دي، بس انا ما كنتش متخيله ان هقدر اتعمق في البرمجه بالتدريجية. هل دراستك هي اللي اثقلتك واهلتك ان انت تتعمقي اكتر؟ يعني دراستي انا في مدرسه لغات عاديه جدا، ودراستي عاديه ما فيهاش لو ميكاترونكس او مش طبع مدارس تكنولوجيه او علميه او حاجه زي كده، لكن بدات اشتغل مع دكاتره من جامعات وبدات ادور على مؤتمرات وايفنتات، ودكتور هبه ساعدتني في كده كتير جدا. طبعا مساعده الاهل برضو بتاثر، وتشجيع كل اللي حواليا، المدرسه مثلا او اي حد بيشجعني. عامه قولي لي ايه الكتب اللي قدامك دي اللي انت حطاها دي من اول الحلقه؟ دي الاوراق البحثيه اللي انا عاملاها عن الجهاز. دي مجموعه الاوراق البحثيه. طبعا ده تطور يعني من هي دي هما كذا حاجه يعني. الاوراق البحثيه دي فيها نتائج وستاتستكس وحاجات عن الجهاز وتطوره ازاي مشي، وعملت طبعا كذا تجربه، تجارب الصوت وفي عن طريق حاجه اسمها RTA واوسيلوسكوب، والحاجات دي كلها بتقيس الفريكوانسي والحاجات اللي زي كده. طبعا دي بتاثر في الورقه البحثيه كتير جدا، علشان اقول ان الجهاز ملوش اي اضرار، ملوش اي، واعرف اثبت كمان واعرف اقدم طلبات اختراع. ايه اللي انت بداتي بقى؟ انت كلمتينا عن تطويره، بدات تطوريه دلوقتي وهتعمليه علشان تطرحيه بقى للمسابقات الاخرى، وعايزين تكلمينا على مسابقه لندن، ازاي كانت المنافسه مع كل العالم بقى مش مصر فقط؟ المنافسه كانت شديده اكيد، بس معظمهم كانوا زي ما دكتور هبه قالت كانوا اكبر سنا بكتير، بس غير كده اهم حاجه يعني الثقه في النفس والثقه بالله، ان يعني لازم انك تصدق في مشروعك علشان المشروع يقدر ينجح. غير كده ممكن حد يبقى عامل مشروع حلو جدا بس ما ينجحش عشان هو متخيل ان فكرته مش كويسه. كنت متوقعه ان انت تاخدي جايزه في مسابقه لندن؟
بصراحة لا، يعني احنا كعلماء او كمهندسين ما دايما ما بنتوقعش، احنا بس بنشتغل عشان نفيد المجتمع، مش مهم الجوائز او المسابقات. دكتور هبة معودانا مش لازم ندخل مسابقة عشان نكسب، احنا بندخل مسابقة اولا عشان ناخد رانك، عشان نعمل المشروع لناس محتاجينه، للمجتمع المصري، للصم وضعاف السمع والبكم الموجودين في مصر، مش فقط للجوائز او للحاجات دي. جهازك امتى نقول ان هو خلاص نقدر نطرحه في الاسواق ويقدر ضعاف السمع يستخدموه؟ الجهاز هيبقى جاهز ان شاء الله، يعني لما الجهاز ما بيخلصش، يعني هو حاليا بشتغل على تجهيز منتج، يعني حوالي 5 6 شهور هكون خلصت المنتج وممكن هنزله ان شاء الله في السوق. ان شاء الله، يعني كل التوفيق ليك، انت ان شاء الله. نموذج شكرا مشرف جدا. في مصر وفي العالم كله بصراحة يعني، وان شاء الله نقدر نشوف الجهاز بتاعك ان شاء قريبا الله. في الاسواق وهو يساعد اصحاب الصم والبكم في التواصل اكتر مع المجتمع. ساندي سالم صاحبة ابتكار جهاز شكرا للسمع جدا. والبكم، شكرا جزيلا ليك. شكرا. شكرا لحضرتك. دي كانت حلقتنا النهارده في تكنو نايل، انا بشكر حضراتكم، ولكن قبل ان نترك الحلقه معنا تقرير عن المنزل الذكي، هو معرض الالكترونيات والتكنولوجيا ببرلين بالمانيا. ده بيقدم المعرض ماذا يمكن ان يكون شكل المطبخ في المستقبل بمساعدين من الروبوتات. نتابع هذا التقرير، دمتم في امان الله. ماذا يمكن أن يكون شكل مطبخ المستقبل؟ سؤال يطرحه معرض الإلكترونيات والتكنولوجيا ببرلين بألمانيا، حيث تقدم إحدى الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا ذراعاً آلياً روبوتياً جاهزاً للمساعدة في المطبخ في مهام مثل إضافة الملح أو الصلصة أو تقليب الطعام. يتم التحكم في روبوت المطبخ عن طريق إعطائه الأوامر بالصوت، وربما تمر سنوات عديدة قبل أن يصبح المساعدون للشيفات في المطبخ من الروبوتات أمراً عادياً. كما يقدم هذا المعرض فكرة كيف يمكن تحويل البيت إلى منزل ذكي، بحيث تكون كل الأجهزة متصلة ببعضها البعض وبالإنترنت، وبالتالي يمكن التحكم من أي مكان، وعن طريق تطبيق على الموبايل الذكي يمكن التحكم في أجهزة المنزل كلها. ويقدم المعرض ثلاجة ذكية واجهتها عبارة عن شاشة متصلة بالإنترنت يمكن عن طريقها تشغيل الإضاءة والتدفئة والعديد من المهام الأخرى. يمكننا أيضا أن نرى الكثير من المنتجات مثل الأقفال الذكية والترموستات، كما يمكن رؤية فيديو يبث على واجهة الثلاجة للشخص الذي يرن جرس الباب الذكية. وأصبح تطوير المنازل وتحويلها إلى منازل ذكية هدفا للكثير من شركات التكنولوجيا في العالم لتوفير الطاقة. ويصمم المنزل الذكي بحيث يمكن أن نترك الأطفال دون أن نقلق على الأجهزة الذكية التي تغلق نفسها في حالة العبث بها من الأطفال أو في حالة تسرب المياه مثلا. والمنزل الذكي الذي لا زال حلما يوما ما سيكون حقيقة، فالهواتف الذكية التي كانت حلما أصبحت متاحة في العالم كله، ويزداد استخدام التلفزيون المتصل بالإنترنت يوما بعد يوم. ومن المتوقع أن يجذب المعرض السنوي للإلكترونيات والتكنولوجيا ببرلين أكثر من 240 ألف زائر، كما ستشارك به حوالي 1800 شركة رائدة في مجال التكنولوجيا في العالم.